11 هذا هو التطبيق الحقيقي للمادة السابعة السلطة تاع الشعب يطبقها من خلال الناس اللي اختارهم ينتخبهم. فيه لحد الآن 79 مترشح كلهم سواسية، ما فيش مترشح أحسن من الآخر، وكل نتنافسوا إن شاء الله على ما فيه خير للوطن والمواطن، واللي كان له الحظ باش يفوز بالثقة تاع المواطن هذاك هو الصح.